Je souhaite joyeuses fêtes quand même, les Kamel Nissa Al-Jazayriyat, voilà, mes grands-mères, mes deux grands-mères. Ma sœur, voilà, et Tenhina, bien sûr. Bonne fête, maman. Bien sûr. Bonne fête, maman. Bonne fête. Je vais te dire, après, voilà quoi. Je veux dire, gars, ils ont dit bonne fête, ils ont dit. Comme dit le mot, le chouard Abd Latif, la yufta, ou maliku fil madina. Ah oui. Dans le cas, la yufta, ou chabia zid ma'ana. Yalla. Bonjour. Jingle, قبل. ومع ذاك نبدا الحوار مع شيف يزيد. لا لا ما ماليش قاعد معنا. لا قاعد معنا قاعد معليش عادي. احنا كول سامبل جينجل هو الحوار مع شيف يزيد. شيف يزيد اعطيك الصحة والله والله شرف لينا كبير انك راك معنا اليوم. انا نقول لك حاجة برك قبل كاين واحد الجملة هكذا انا كانت باينة تكمل كيما هاي كنت عارفها مع الأول ولكن لا 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 بالعكس 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 انا قبل ما تشكرني انا حنشكركم بالعكس باسكو دي فوا على بالك الناس تسمع يسمع كل واحد يهضر واحد كذا واحد كذا واحد كذا واحد كذا واحد كذا مي مليح انه الانسان يوضح يوضح بيان سور نروحوا للتوضيح مع الصحفيين تاعنا لكن انا حاب نقول لك كما طرحت لهم كاع السؤال واش يقول اليوم الشاب يزيد للمراه الجزائريه في عيدها العالمي؟ المراه الجزائريه نقول لها بون كوراج كما نقول لها توني بون انا جيت توجور دي لا فام الجزائريه نقول لها توني بون باسكو الانجازات نتاعها ماشي انا اللي رايح نزكيهم ولا مبينين في الميدان اي تو توني بون يزيد كان يتوقف نهار بعد راح نتكلموا عليه نهار في السنه باش يقول لك يعطيك الصحه اي صحيح اي توني بون على فما الجزائر شاب يزيد فاش مصدر اعجابنا بشاب يزيد انه في وقت وين البلاد ما كانتش مليحه في الوقت اللي الناس ما كانوش يغنوا شاب يزيد كان يروح في هذاك الوقت كان يروح للدشور كان يروح للقرى ويغني المراه الجزائريه في عيد المراه فهذه حب تحيه كبيره ليه الله يسلمك فما دام نحكوا على الحفلات وشنو هو الحفل اللي قعد لك في بالك حتى اليوم لو برومي 8 مارس لو برومي 8 مارس هي الا تسمح لي بغيت ندير حبيت ندير اون بتيت انتروداكسيون هكذا برك بون تفضل تفضل جي ديجا فات سور لي ميديا مي اليوم حبيت نوضح حاجه بيان سور سورتو لي جون تاع دركا ما يقدرش يفهم علاقه عمو يزيد و 8 مارس كوم ما رجعش 8 مارس 96 نتفاهموا باسكو توت لا باسكو ما كنتش راقد هكذا في الدار ونط وحبيت ندير تقدير للمرأة دونك بديت اون 94 وين نلت الشهرة اوروزمون كو لوي مارس جا بعد الشهرة وكان جا مور الشهرة سورتي تري كومبليكي صح دونك شاب يزيد بان الالبوم دارو سحور دارو جيتني كلا غما اي تو دونك سيتي لابوجي دونك ما كانش كان عدد الفنانين ناقصين وبزاف اللي راحوا وبزاف يعني كانت الجزائر تعيش وقت صعيب صعيب بزاف بزاف من 93 وقت يعني عشنا في الناس ما يقدروش ينساوه. مليح. دونك من بعد من خلال الجولات انت واعي اللي كنت ندور وكامل شفت كيفاش المراه الجزائريه كانت تكافح. نعم. حبيت ندير لها تقدير لوي مارس 96 في لاصال بن خلدون. درنا وي مارس مي عمري ما كانت عندي نيه اني نعاود ندير العام الجاي ولا العام اللي موراه ولا انا سيتي جوست ان اوماج توقفت انا لعبد الضعيف نقول المراه الجزائريه يعطيك الصحه توني بون جو ديزي او فام توني بون هذا المكان. تخي كما قلت شاب يزيد تنهينا قبل ما نعطي لك الكلمه فقط نسمعوا الاغنيه اللي ربما كي نسمعوها نتفكروا شاب يزيد وكي نقولوا شاب يزيد نتفكروا هذه الاغنيه فاعطونا هذه الاغنيه من فضلكم. اعطتني هديه باش نتفكر وردة حمراء وزينة جبتها تاب بنت وردة حمراء وزينة يزيد في التسعينيات هذا كان تقدير للمرحوم محمد زرقي في سنه 98 هذه الاغنيه تاع المرحوم محمد زرقي بزاف ناس برك ما يعرفوش مات في 83 الله يرحمه ويستر عليه هو اللي كتب الاغنيه تاع شباب بلادي اللي غناها شقال هذو كامل بزاف الناس اللي غناوا له كامل انا درت له هذا التقدير في سنه 98
Donc c'était pas le 1er 8 mars, c'était le 3e 8 mars. Parce que le 1er 8 mars, c'était Darus Hurdarou, j'étais avec la Roma. Très bien. À l'époque. Très bien. Voilà. Tinhinan, comme je disais, je vais vous dire un peu de temps. Le عيد اللي تعترفي به واللي ما تحبيش بزاف. C'est pas que ma nhebouch, c'est juste que la femme elle est célébrée toute l'année partout, l'art, la culture, la littérature. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, le 8 mars c'est voilà, 1911, c'est juste les droits de la femme. نعود نرجعو انايا شابي يزيد ما عرفتوش في 94 فيك كنت اكثر قل من برعم في 94 بالك ما عشتش الشهره تاعك قبل 8 مارس 1996 دونك علاش اليوم شابي يزيد انا امبريسيون كراو حابين نحي هذيك ليتيكيت او حابين نحيها اتو بري ليتيكيت تاع شابي يزيد 8 مارس بوركوا نو 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 او كونترير ان توكا ميرسي بور لا كيستيون او كونترير مي كاين سيرتان بوين اللي لي جون تاع دروك فا جو بارل الناس اللي عاشوا معايا في هذيك الفتره على بالهم مي لي جون دركا كاين بزاف الناس ما على بالهمش باسكو لازم نرجعوا كيفاش يزيد كان يدير 8 مارس بزاف الناس عن بالهم باللي كانوا يوجدوا لي كلش نجي نطلع نغني نو 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 سي كو كنت تعمل بوسيبل تاعك باش تدير حفله با كلش وسافي كون نخلص لا سال حرشا با وي اون سافي وسافي كو جالي تروفي دي سبونسور جالي نقول لك حاجه لو 8 مارس 1999 جو مي رابيلري توجور لي فام كانوا برا جا لو ديريكتور دو لا سال قال لهم ما تعطوليش الشك دركا ما فتحش الباب هاد الناس ما يعرفوهاش عم بالهم باللي نهار مثلا لو ديرني 8 مارس كو جو ديفي فير تيزي وزو سيتي لو 8 مارس 2016 ايتي انولي علاش باسكو الناس عم بالهم يخلصوني ما فهموش يا اخي يا اون بوليميك كيفاش يجي لهنا ويعطوا له 300 مليون 300 واشن دونك سيتي دونك سي سا لي جون اون بوليميكي اي بوي ما تقدرش تتصور وديت فنان مقتنع بحاجه انه راهو يدير في حاجه دون لوتيليتي بوبليك ومن بعد تجيه صفعه عامل هيك قولوا ديتروز كاع لا بونسي ديالك هي كوم سا انا جو نو دي با كو جو في دون البوبوليزم ولا قلبات انا عاودوا بلا كلمه انا جي شوازي سو جور لا بور دير لا فام الجيريان لا فام الجيريان تيان بون توني بون اوني لا اوني لا اون فو سوتيان ان جور بار اني مو جو لو في Mais il y a des gens, pour eux, la femme doit être soutenue toute l'année. Qu'ils le fassent. Pourquoi ils viennent me voir là, ils me disent, ah non, 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 il faut... Non, moi j'ai fait ça. Faites. C'est le problème. Le problème, ce qui est malheureux, je suis dans le domaine d'Yelna, il y a une scène qui dit Haja, ou Hada ou Ibn Hagda fait dans le Géja, et il dit, ok, regarde le bab maintenant. Non, dire Ibn Hagda ou dire Bab Malhek. Allez, je t'aoue, allez, houa. لو بروبليم اي لا دروك الانسان ما تفزلوش نيتو الانسان كي تكون عنده نيه صافيه خليه يخدم اي لا بروف ما تقدرش دير 20 وي مارس في لا سال حرشه ارشي كومبل كون ما تكونش نيتك صافيه Bah oui, c'est clair. C'est clair, Inès. C'est clair. Par contre, Anna Binet Nahnaya, Shabab Liramhna, les journalistes et les invités, hadé la prochaine 8 mars. Non, elle... Eh ben oui. Non, non. Non, non, le 8 mars 2016. Non, le 8 mars 2016, c'était l'Ertizel. Donc c'était le 8 mars. Atazet, la chanson de l'adulte. D'accord. Donc j'ai commencé l'émission pour enfants, Ma'amou Yazid. Celui-là, il a un ta'liq, Wakil, non زعف من 2016 قال لك خلاص ما زيدش ندير دير 8 مارس بالعكس بالعكس والله لا لا فيها يعني زعفت شويه كي قالوا لك دير تخلص علينا 300 مليون انا جو سي سا حاجات يعني تاثر على سورتو كي تكون عندك نيه صافيه نيتك صافيه اي بي من بعد اي بي اون لو فوا انا كاع لي تورني كو جو في في لو موا دو مارس دونك كومونسون بار لو 16 مارس ريت فتحت اون فان بارلي جو في الي ا توغور جو في الي ا الغواط جو في الي ا الواد جو في الي ا سول غزنان جو في الي ا ماريا الفنان اي نا با جوستيفي علاش او يدير فن باش يعيش دونك علاش لازم الفنان دائما يقول تحسست من هذيك القضيه كي قالوا لي دير الفن باش تعيش باسكو سامحني نو 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 بوكو دو جون بونسي كو جو نفوزي كو لو 8 مارس نو انا جو فوزي 50 60 سبيكتاكل بار اني بور فيفر مي لو 8 مارس اي لو 1er جوان ملي بديت سي دي شو بور فير باسي ان ميساج هذا ما كان واضحه الفكره دونك جوتيليزي سا بور فير باسي ان ميساج دونك اذا كان لو ميساج هذا الي سالي دونك ما نقدروش هذا هو البروبليم عبد اللطيف قبل ما نجي ليك فقط نسمعوا واحد الاغنيه تاع 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 ستيل جديد اللي جاب به شاب يزيد واللي ولا يغني بوكو بلوس لشريحه اخرى واللي هي الاطفال فنسمعوا هذه الاغنيه ونعاودوا نرجعوا نقعدوا كيف كيف Gracias a ti.
مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشد فيها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي 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 كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشد فيها كأغنيتي يزيد في قناة جزائرية خاصة واش تقول في هذا التحول لطيف؟ وي باغ كونتخ قبل ما نبوزي لك هاد لا كيسيون سي يزيد بغيت اون بتيت بريسيزيون تدقيق صغير برك حاب نفهم كلامك على المرأة باللي عمرك في الوي مارس ما خلصت على حفلة أبدا لو بروبليم بير كو سا كنت نخلص لا سال اوكي داكور ولا سونو جي كومبري كنت محتاج هاد لا بريسيزيون وندير لا بوبليسيتي اوكي داكور راك من بعد عاود رجعت كاريمون للأطفال يعني انا باش ما تروحوش باش ما تروحوش في الخطا كي انت كي يونس الالبوم هذا واش من سنه هذا جو سي با 2004 الالبوم هذا مدرستي مدرستي 2004 وكان قبل منه ان اوتر البوم ماما 98 تري بيان انا نشكركم لانكم عطيتوا لي هذه الفرصه هذه باش توضح عمو يزيد ماشي كنت راقد دون 2015 ونط قلت هي ندير حصه الاطفال Le parcours avec les enfants bida le 1er juin 1998. Et bien justement, c'est ça ma question. Est-ce que par exemple, Cheb Yazid donne une formation à l'atfal parce que c'est toute une pédagogie. Mais je connais une émission pour enfants de formation. C'est de l'audiovisuel. معليش معليش كلام كبير كبير لكن التعامل مع الاطفال مام في الوقت اللي بيبر ليكيب دو بيداغوغ بيان سور مي بصح انت باش تكون خالد الجامعة الدراري نو سي با اوبليغاتوار معليش مي depuis le 1er juin 1998, où on a une tournée de Toufoula Moussafa au Kamel, on a un album Mama avec Abelkassem Zaytout, et après, on a Madrasati. Quand tout le monde a l'iltifat à l'atfal, je savais pertinemment qu'il y avait un déficit. La chanson de l'enfant, le spectacle pour enfant, je ne sais pas si c'est la quantité ou la qualité. Il n'y a rien. Donc, on a tout le monde ندير دي شونسون مدرستي البيئة جدتي هادو كاع كانوا قبل عمو يزيد بعشرات سنين باش الناس تفهم ومن بعد في سنة 2015 كنت راودني الفكرة أني ندير برنامج للأطفال دونك هذاك التكوين اللي تكلم لي عليه بالك أنا بنيتو من 98 وانا نتقرب من الناس نتقرب من الاطفال واش يحبوا واش ما يحبوش باش نكون في الواقع الاجتماعي الجزائري ما سيتش انت تخدم على لا فورماسيون تاعك انت تخدم تتكون في مجال بيداغوجي للاطفال باش ربما باش تطور الاداء تاعك مع الاطفال سيور سان على كل حال انا الدراسه تاعي كاع اللي درستها مور البكالوريا كانت عندها علاقه مباشره مع البيداغوجي دونك جي في ان دو اسون تيوري اي ميثودولوجي دو لونترينمون وين كاع الدراسه تاعنا كانت في هذا المجال والماجستير اون بسيكولوجي دو سبور اللي درتو يعني كان عنده علاقه مباشره مع لابيداغوجي لونترينمون ليتاسيون فيزيك وكامل عم يقولوا لي باللي شتك سهيلة تقول لي بليك نهار كي خرج الالبوم سيتي العام اللي زدتي فيه تمسخر به سمعتها دونك شفت 98 بعدها لا 88 10 سنين قبل شاب يزيد محمد سيدمو عندك تعليق حول فقط على الوي مارس شاب يزيد قبلنا بلي المرأة هي نصف المجتمع ولكن بالنسبة للسياسيين أيضا هي ملايين الأصوات الانتخابية بيان سور بيان سور أنت في الوي مارس ما كنتش حاس بلي أنه راك تستغل سياسيا أنه يتم الترويج لك في التلفزيون العمومي تظهر بشكل في الوي مارس هذا لأغراض سياسية لأغراض أنه السلطة فوالا تقول بلي أنا نتهلاو في المرأة وبالتالي يا مرأة ذهبي للصندوق وصوتي والله ما شاطركش الراي لانه لازمنا باش نوصلوا لهذه الحوصله وهذه النتيجه هذه لازمنا ندرسوا ل 20 8 مارس درتهم درت 20 مارس التلفزيون العمومي ما سبونسوريزي جوست في لي 3 برومي تاع حرشه 99 2000 و 2001 ابتداء من 2002 يفولي بلو سبونسوريزي كان تنقل الحفلات على المباشر ثلاث مرات 2001 كلش حبس علاش؟ ما على باليش بالك كما راه يقول لك بالك عودة السلم بالك ممكن لو كان مانيش نقول لك باللي ما كانوش يديروا ترويج باش يقولوا باللي لاباس نعم سي با ولكن انا كنت نحاول دائما اني نشوف برك الرساله اللي نقدم فيها انا
إذا كان الرسالة التضامنية ورسالة تاع تقدير المرأة والوقوف جنب المرأة من أجل أنها تفونسي في مجال حقوقها وكامل، دونك جو فوزي ابستراكشن. هل حاولوا سياسيين يقتربوا منك من أجل الترويج لسياسيين معينين أو لأداء أغاني سياسية شبيه؟ والله ما نشفاش بزاف، ولكن سيرتانمون بالمرات الناس يحوسوا، ولكن ما يجوكش مباشره يقول لك غني لي غنيه ولا يجي عندك واش راك نروح نفطروا كيف كيف لاباس بغي نشربوا قهوه ترافض واش يعني. رايك في هذه وهذه ترافض فكره الاغنيه السياسيه؟ نو رافض رافض كريمون التيار السياسي يعني انتماء سياسي يعني كفنان. انتماء سياسي ما تقدرش يعني شيء صعيب سوف اذا كان لو جور نحس باللي لما نروح ندير نشاط سياسي راح يفيد الرساله اللي نقوم بها اللي نوجهها. هذاك النهار جو فري ان ساكريفيس جو فري لا بوليتيك. اذا كان بور فار افونسي لي شوز جو لو فري. مي هاد الساعه هذه ما ناش كاع في هذيك. شاب يزيد سؤال كلاسيكي دائما يطرحوه في التلفزيون ولا وشنو هو الجديد تاعك؟ وجامي جامي سمعت فنان يقول والله ما عندي جديد انا قاعد كاع عندهم جديد كاع وش الجديد تاعك؟ والله درت مليح لي واحد البوبليك كراسي نو كراساتي درنا لا شونسون كراساتي ما كنتش تبعو درنا كتابي درنا كراساتي درنا غرفتي درنا فوالي سور لو سيت ويب عمو يزيد بوان كوم سي بوغا سي بارمي لي غار ارتيست في الجزائر اللي عندهم دي سيت باش نتفاهموا يعني عنده سيت شاب يزيد بوان كوم شاب يزيد بوان كوم عمو يزيد بوان كوم ولادنا تحشنا حنا بوان كوم بيانتو Il est ingénieur. Voilà. Moi, j'ai fait un magistère en psychologie du sport. Ah, ça. Voilà. Donc, je dis Je dis, غير هو. في هذا مارس بمناسبة العطلة هذه راح نديروا اون تورني عمو يزيد شو وراح نروحوا نحاولوا نروحوا بارتو راح لتوغورت لو 25 مارس ان شاء الله لو 26 نروحوا للواد لو 28 مارس نروح لسور الغزلان ونبداو في رياض الفتح لو 16 مارس بمناسبه اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه. اون فاي سيي بور لا جورني ناسيونال دي زونديكابي نجيبوهم. ماشي هو يقول لك لي زونديكابي ولا ذوي الاحتياجات الخاصه محتاجين عنايه طيله السنه ماشي نهار كما يقولوا. رائع جدا. مي عمو يزيد يدير يعطيك صحة عمل تحسيسي باش الناس يهضروا جوستومون سي بيان عبد اللطيف كيشوفوا فنانين اللي يكونوا دائما حاضرين في هذه الايام وخاصه حاضرين لصالح شرائح معينه من المجتمع. اي بيان سور انا نشجع الشاب يزيد لانه كرينو دائما او يبقى فارغ او فيد تاع الاطفال. علاش ما طرحتش السؤال علاش الكرينو دائما فارغ في الجزائر تاع الاطفال؟ شو يقدر يجاوبني؟ سان بوف با مي معليش ما كانش في سبيسياليست باسكو ما كانش لا ابري تروازون ماهوش مربح تو سامبلومون جوستومون جالي لي بوزي لا كيسيون اسكو سا رابورت سا بو با سي سا رابورتي وكان راهم علاش راك فيه؟ مازالك لا لا سؤال بطريقه اخرى من اش راك عايش؟ فوالا 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 شوف نو انا دون الدومين تاع مع عمو يزيد جو سوي برودكتور انيماتور كونسبتور ديريكتور دو بلاتو كل ما كاش مصروف بزاف فوالا اون اوبتيميزي لي ديبونس استوار بور فير افونسي سو بروجي علاش؟ باسكو لو بروجي هذا وكان نتعاملوا معاه كوم اون كروند برودكسيون ومن المستحيل ينجح انه ينجح ولا يوصل. Donc on a optimisé les dépenses où je tiens à saluer l'équipe les Khedmou Maaya. J'ai des avocats, j'ai des médecins, j'ai des gens qui Khedmou Maaya font le contenu au Kamel bénévolement. Bénévolement, il y a des ingénieurs Sahabi le jour du tournage, ils jouent à Aounouna au Kamel bénévolement. Donc on a optimisé les dépenses. باش وصلنا هذا البروجي. احنا حبينا نديروا كويز، لكن قبل ما نروح الكويز ماذا بيا نسقسي سيد سليم عثماني حول الفنان في الجزائر كيفاش يلقى الصعوبات من اجل يلقى موديل ايكونوميك باش يعيش. فانت حبينا نستافدوا من الخبره تاعك وتعطينا يعني لاستيوس كيفاش يقدر الفنان ربما يدير حاجه يعيش بها. او سبونسور هنا ديرها. لا قبل سميسينا مسيو سليم. إلي ديجا سبونسوريزي باغ ان كونكورون مي. شوف بيان سور. شوف جو بونس كو كونسيرنون لي زارتيست. وي. Ça ne concerne pas uniquement les artistes, ça concerne la production intellectuelle en général en Algérie. Oui. Il y a un véritable problème qui est lié au piratage. Oui. On a mis dans la tête encore une fois des citoyens que l'acte de pirater n'est pas une infraction dans la société. Maintenant, une scène, il dit Nakhla Ali, il prend une CD, Cheb Yazid, où il dit la copie de Mtao, mais il ne sait pas que c'est un cas de Cheb Yazid. Quand ça ne rentre pas dans la tête dès l'enfance, dans l'éducation,
comme quoi on doit respecter la production intellectuelle d'autrui, c'est fini. Oui. Donc, comment voulez-vous que les artistes vivent en Algérie si le fameux régulateur, au lieu de s'occuper justement de réguler, il est plutôt en train de s'occuper de regarder le prix de la voiture. Très bien. Wadhal Fikra. Shukran Sislim Atmani. Shab Yazid. انت صحيح ربما مربطوك لمده سنوات مع عيد المراه شرفني شرفني هذا شرف ليك طبعا هذا شرف ويكفيك شرف يعني انه بالعكس مربط. بالعكس بالعكس شيء جميل اليوم شبيه ايضا هو انسان مثقف وعنده ثقافه عامه كبيره فحبينا نديروا ان بتي كويزا كان نشوفوا في الثقافه العامه تاعو كيفاش معليش اذا قبلت بيان سور ولما لا يلا جينجل ونرجع ممكن هذه الموسيقى اللي راهي تدور في الاستديو مليحه لكن افضل انه تكون اغنيه تاع شاب يزيد يلا باش نقدروا نديروا الكويز اذا سمحت شكرا امين سعاده بسرعه ما شاء الله شفت شحال سريع امين سعاده اوي كوم دي كلاب يلا عيد المرأة سي 8 مارس يوم الشهيد 20 اوت نو 18 فيفري 18 فيفري 18 فيفري عيد النصر 13 مارس عيد الطفولة 15 اوت نو 1 جوان 1 جوان عيد الطفوله ولو 20 نوفمبر سي لا جورني انترناسيونال دي دوار دو لونفون تري بيان فوالا عيد الاضحى الاضحى كيجي كيجي 60 يوم مور العيد تما انت تحسب برمضان لا 10 ذو الحجه ذو الحجه فوالا بتعطيه لي في الهجري عيد العمال اول ماي زعما هذا العام يطيح في رمضان نو ما يطيحش في رمضان عيد الشجره 21 21 مارس اكزاكتومون اليوم العالمي للصحافة في فيفري ما مشيتش نو 3 فيفري يلا شغل ماهيش بعيدة على عيد العمال اه 3 مي 3 مي فوالا 3 مي يوم العلم 13 ابريل وقتاش يطيح المولود في رمضان واعرة هادي او واعرة هادي كيفاش سهلة تفتح المولود في رمضان علاش امبوسيبل مع بالك درت لي شغل الشوبال بلون انت الكولور اي الشوبال بلون مع نابوليون هذي انا فيها مستحيل يتلاقى لا 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 مش انا هذي تصفيق على شاب ياسين عمالك الكويز الكويز هذا الكويز هذا لي كيسيون كاع اللي من قبل سيدي باش نطيحوا لا كيسيون هذا نسوك نسوك باش نسوك لا كيسيون هذا نسوك 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 مليحة ميمين دولا جبت سبعة جوست سبعة سور سور 10 دونك عندك سبعة العشرة اليوم العالمي تاع الصحافة اللي سمحوا لي لا لا باسكو امبورتون امبورتون خلاص دروك راك راهم لا فامي تاعك لا بالعكس بالعكس بيان سور بيان سور نو مي كان هذا هو السؤال الأخير السؤال الأخير ما عندوش علاقة بالأيام اسكو تعود تولي مازال حل ولا لا؟ لا بالعكس بالعكس اون توكا دايور كي هضرت معايا في التليفون قعدت تعرف لي بالحصة عندنا حصة وكذا قلت لك نعرفها ونشوفها Oui. Donc, on va vous voir, on va c'est une émission très interactive et les gens aiment. On va revenir, bien sûr, on va revenir. Tu vas revenir, Inch'Allah, mais je vais vous dire que tu as pensé que la caméra est cachée. عبالك احنا كي قرب رمضان دائما اون بوز سيت كيستيون احنا اون بوز سيت كيستيون باسكو من قبيله شفتك طرحت سؤال المسيو سليم كي قلت له كان لي لو بلو موفي بروغرام اللي طحت فينا وكان قلت لي نقول لك سيت اون كاميرا كاشي باسكو في كاميرا كاشي كاين توجور هذاك الابتزاز هذاك توجور لا عسى روحك هذه الايام راك تعرف الحاله راهي انا ما تعيطوليش على كاميرا كاشي برك لا ما تخافش ما تخافش سي يزيد ان شاء الله شكرا جزيلا لك سيتي ان بليزير معنا بليزير لنا الله يخليك شرف لينا و في مازال الحال مازلنا معكم الى غايه 12 تاع الليل وشاب يزيد باختصار قال بلي انت داخل في لابوب كولتور تاع الجزائر فرانشمون انا جو مي ريكوني ان بو سا سوا بلي سون ترافاي سي لابوتيسمون دان غران كومبا سوا بلي كافحت ان توكا نجيو نزوروك برافو Et puis, j'aime bien que, surtout en Algérie, on n'aboutit pas au climat de Kafach. On n'a rien pour rien, de toute façon. Donc, bravo, bravo pour ce que vous faites. En tout cas, et à comme ça pour l'invitation. Et puis, j'invite le public qui aime jouer les shows à Mouyazid, ma oulad hom. Allez, on est toujours sur la page Facebook à Mouyazid. Ou là, le site internet à Mouyazid.com. Je vais jouer à Hadroumana parce que je vais jouer à l'Algérie, Inch'Allah. Très bien.